قيام. صباح الخير بنياتي. كيف أنتم؟ تفضلوا استريحوا. الدرس ماذا نأخذ؟ ماذا نتعلم؟ قراءة والكتابة. اليوم الثلاثاء 11 كانون سنة 2008 من مولد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 3 ربيع الثاني سنة 1440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. صفقة للحلوات. رياضة أمام ثاني نقرا داو تخسر نقرا ونكتب ما نتأخر اعلى لا اله الا الله اسفل احسنتي تك 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 ماذا نتعلم؟ تك 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 ماما بشرى تك 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 علمينا تك 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 نقرأ ونكتب ونقفز ممتاز أحسنتي تفضلوا استريحوا. هاليوم عندنا درس جديد وعندنا حرف جديد من خلال هاي الشخصية اللي تشوفونها أمامكم القطة الحلوة رافعتنا اليوم حرفنا الجديد لهذا اليوم راح نشاهده كل احنا نشاهد حرفنا الجديد شنو اسم حرفنا الجديد حرف الفاء شنو اسم حرفنا الجديد حيوا معي حرف الفاء اهلا اهلا حرف الفاء مرحب مرحب اهلا اهلا حرف الفاء مرحب مرحب صوت الفاء صوت الفاء شنو عضيته يلا اشوف صوت الفاء اهلا اهلا حرف الفاء مرحب مرحب حرف الفاء اهلا اهلا حرف الفاء مرحب مرحب حرف الفاء صوت الفاء صوت الفاء صوت الفاء احسنتي صفقة للحلوة تفضلوا استريحوا من خلال هاي اللوحة اللي شاهدونها رسمتها لكم على السبورة وهيئتها لكم حتى تتعرفون على اسم درسنا الجديد لهذا اليوم هو ريف مناف شنو اسم درسنا؟ ريف مناف اسم درسنا؟ ريف مناف ريف مناف ريف مناف احسنتي أرد أسألكم شنو معنات ريف مناف انتوا قاعد تشاهدون هنا أمامكم على السبورة شنو معناها هاي الصورة نعم تبارك شنو معنات ريف مناف نعم هو يعني أرض واسعة مليانة بساتين هو مو بستان وإنما أرض زراعية واسعة مليانة بساتين شنو مزروع بيها شو يزرعون بيها شنو نشاهد مزروع بيها نعم نعم شنو مزروع بيها ورد وبعد
نخل وبعد شجر بعد زين. شنو تشوفون يربون بالريف؟ شنو يربون؟ الوز وبعد بقر. احسنتي زين. هو ريف ومن ريف ومن ريف ريف زين. شلون مناف يزرع الريف؟ يحرث الأرض، يسقي الماء، ينثر البذور وينمز. أحسن تفضلوا استريحوا. إحنا من خلال هاي الصور اللي نشاهدها ومثلتنا معنى كلمة ريف مناف، أنتوا تعلمتوا كثير من هذه الكلمات وتعرفون قراءتها وكتابتها. أريد منو تعرف لي من هذه الصور الكلمات مالتها؟ منو تعرف تطلعهن لي على الصبورة؟ تعالي ماما أهل، تعالي أهل. شنو تشوفين الصبورة موجود؟ شنو هذا؟ تعالي طلعينا الكلمة مالتها تعرفينها، شكليها يمه. أحسنتي، صفقولها صفقولها حيل. بعد بعد شنو شاهد كلمة نعرفها؟ تعالي زينب، كلمات احنا اخذناها سابقه، ما عندنا هسه الكلمه الجديده. شو تشوفين زينب؟ وين الدار؟ اشرع عليه، طلعي لنا كلمه دار شكليها اني. يلا احسنتي، صف قولها. بعد شنو نشاهد؟ شنو نشاهد؟ تعي حنين، شنو تشوفين ماما؟ شو تشوفين؟ يلا طلعي لنا كلمه بقر، اشوف شكليها ان على البقر. ممتاز، احسنتي، صفقولها الحنوني. بقر. بعد اكو كلمات ما اخذينها، تعالي زينب. نعم ماما، يلا تحركي. شنو تشوفين على الصبورة؟ شو طلعينا كلمة زورق. ممتاز، شكلينا زورق، احسنتي، صفقولها. بعد بعد شنو تشاهدون؟ تعالي مريم. يلا مريومة، يلا يلا سريع بسرعة مريم. شنو تشوفين على الصبورة بعد من الصور؟ وينها دور؟ أشريلي عليها. نعم هذه مجموعة دور، يلا طلعينا الكلمة مال الدور. عفية، خليها يمها. ممتاز، هذه كلمة دور. بعد بعد كلمة بعد بعد. تعي فاطمة، تعي فاطمة، شنو تشوفين بعد على الصبورة؟ يلا فطومة. نعم وين الورد؟ أشريلي عليه. أحسنتي، طلعينا كلمة ورد. يلا فطومة، صفقولها حيل، صفقة حلوة للحلوان. صوت الإف، صوت الفاء، صوت الفاء. أحسنتي.